أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نخصصه كالمعتاد وككل يوم منذ تصاعدت الأحداث في تونس نخصصه للملف التونسي. هذه الليلة سنركز طبعا على الجلسة الافتراضية يوم غد للبرلمان التونسي لأول مرة منذ 6 أشهر منذ الانقلاب، جلسة افتراضية طبعا ليست جلسة طبيعية، على اعتبار أن البرلمان مغلق بأمر من سيد الانقلاب، ودبابة تسكن في بوابة البرلمان إلى حد الساعة. جلسة افتراضية طال انتظارها ولكنها جاءت أخيرا. ماذا تعني هذه الجلسة؟ ماذا ستبحث؟ ما هي الرسائل التي سترسلها؟ كم من النواب سيشارك فيها؟ أسئلة كثيرة بالتأكيد تدور في أذهان الكثيرين. هل التونسيون مستعدون للخروج غدا للاحتفال بذكرى دستورهم؟ لأن هذا الدستور يمثل الثورة، والثورة جمهورها واسع في تونس، أم أن الجمهور سيفضل الانتظار والتريث إلى يوم الأحد للتظاهر مع مدينة جابس، حيث أعلن مواطنون ضد الانقلاب بالتظاهر هناك يوم الأحد. حديث الحقيقة في صفحات التواصل، التونسيين يتحدثون عن سيناريوهات عديدة، وبأن طبعا هذا قلناه منذ أول يوم الحقيقة، بأنه يبدو أن سعيد ليس هو الواجهة الحقيقية للانقلاب، هناك واجهة خفية الانقلابي الحقيقي. بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أسموه بن علي اثنين، قال لك بن علي اثنين ما زال يتصيد في الفرصة حتى يظهر للتونسيين، على اعتبار بأن سعيد كما أسماه بعض النشطاء هو مجرد كاسحة ألغام، هكذا قال. معقولة؟ لا ندري. هناك حديث عن سيناريوهات متعددة. على كل حال، من يود أن يدلي بدلوه يتفضل، ولكن ما نرجوه دائما هو الاختصار. في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات تمت المصادقة على الدستور في حفل بهيج في تونس، وضع هذه البلاد فعليا في حاضرة الدول الديمقراطية، وباتت محل إعجاب وافتخار في دول الجوار والعديد من دول العالم. لكن الانقلاب الذي وقع في 25 من جويليا الماضي تحت مسوغات الخطر الداهم، كما قال الرئيس المنقلب قيس سعيد، أطاح بالمؤسسات، ولم يعد يتورع سيده في القول إن دستور 2014 لم يعد صالحا، وأن المشكلة السياسية في البلاد هي نتيجة الدستور على حد قوله، مضيفا أن هذا الدستور لا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له بحسب سعيد بالطبع. لكن الشارع التونسي ونخبه أعلنت في غالبها تمسكها بهذا الدستور الذي تصفه بدستور الثورة، ويستعد البرلمان لعقد جلسة افتراضية يوم غد بمناسبة ذكرى ختم الدستور، وفي الإغلاق في ظل الإغلاق المفروض طبعا للبرلمان منذ الانقلاب. أكد عضو مكتب البرلمان ومساعد رئيس مجلس الشعب المكلف بالإعلام ماهر مريوب أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى إحياء الذكرى 8 لختم دستور الجمهورية التونسية من خلال جلسة افتراضية يوم غد عند الساعة 11 صباحا. تابع مذيوب أن رمزية هذا الاحتفال تكمن في أن الدستور هو الحل وليس العكس، بالعودة للمسار الدستوري والمؤسسات المنتخبة وإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإطلاق حوار اقتصادي اجتماعي جامع للوقوف معا أمام التحديات التي تهدد كيان وديمومة الدولة التونسية. تأتي دعوة الغنوشي للاحتفاء بدستور 2014 بعد نحو 6 أشهر من قرار الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وتجميد اختصاصاته ورفع الحصانة عن نوابه في 25 من جويليا، ليقدم بعد ذلك في 22 من سبتمبر على وقف منح البرلمانيين وسحب اختصاصاتهم التشريعية والرقابية والاستحواذ على وظيفة التشريع بواسطة المراسيم الرئاسية. عانى برلمانيون من قرارات سعيد، حيث منع نواب من التكفل بعلاجهم والتغطية الصحية والاجتماعية بسبب تعارض ذلك مع القانون حتى عودتهم لوظائفهم الحكومية. في الأثناء يواصل حراك مواطنون ضد الانقلاب في تونس حشد مناصريه لوقفة احتجاجية يوم الأحد رفضا للانقلاب خارج العاصمة، هذه المرة أمام محكمة جابس، وذلك بمناسبة الذكرى 8 للمصادقة على دستور الثورة. أعلن التنسيقية حراك مواطنون ضد الانقلاب بمحافظة جابس عن إرجاء الوقفة الاحتجاجية إلى الأحد المقبل،
بعد أن أعدت لها بداية يوم غد الخميس بحسب ما أكده المنسق الجهوي للحراك بجابس جلال حمزة. أصدر حراك مواطنون ضد الانقلاب بيانا على صفحته بفيسبوك أكد التمسك بدستور سنة 2014 الذي جاء بعد مسيرة طويلة من نضالات أحرار الوطن، وقد دفع الشهداء دماءهم الزكية ثمنا له، ولن يسمح التونسيون لأي سلطة سياسية عابرة بالعبث بهذا المنجز وفق البيان. تونس إحياء ذكرى ختم الدستور، نتحدث عن دستور 2014 يوم غد الخميس، جلسة برلمانية افتراضية بهذه المناسبة، كما أعلن عن ذلك رئيس البرلمان، توقع خروج لمتظاهرين يوم غد إحياء لهذه الذكرى وتمسكا بالدستور، وأيضا يفترض أن يخرج التونسيون يوم الأحد كما أعلن مواطنون ضد الانقلاب أكان في جابس أو في مناطق أخرى. حديث عن امتعاض عدد من وزراء سعيد بينهم المالية والعدل واستقالات متوقعة في الطريق كما يقول هؤلاء. الحديث إذن عن هذه المناسبة، مناسبة ختم الدستور، الجلسة البرلمانية الافتراضية وما تعنيه، ماذا ستبحث، وهل هناك احتجاجات موازية متوقعة تخليدا لهذه الذكرى؟ نعود للجمهور بعد قليل، ولكن نرحب كالعادة بضيف الحلقة، نرحب بالسيد ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. سيد المذيوب مساء الخير. أخيرا وبعد 6 أشهر طويلة من الانتظار تعقد أولى جلسات البرلمان، ولكن افتراضيا بالطبع بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة من قبل الانقلاب. ماذا تعني هذه الجلسة؟ ماذا ستبحث؟ كم من النواب وفق ترتيباتكم سيشارك فيها؟ وما هي الرسائل أيضا التي سترسل بها؟ صالح ولقناة الحوار المحترمة، أهلا بك. احنا يعني باسمي وباسم رئيس مجلس نواب الشعب وباسم نواب الشعب الأحرار، دعنا نقولها بوضوح تام، رسالة شكر وتقدير لكم شخصيا ولقناتكم الغراء، لأنه اليوم ما سهل جدا تعرف الآن الموجة يعني تميل إلى الأحرار وتميل إلى تونس الحرة وتونس الديمقراطية، فيعني الناس الذين ثبتوا والإعلاميين الذين ثبتوا من أجل الحق، ثبتوا من أجل العدل، ثبتوا من أجل الحريات في تونس وخارجها. ليس هناك يعني لا رز ولا مقارونة ولا يعني أعطي 50,000 دينار. هؤلاء نقول لهم ألف شكر، لأنهم يعني لم يتزحزحوا، لم ترتعش أيديهم، وكانوا ثابتين صامدين. وأنتم على رأسهم الأستاذ صالح وقناتكم المحترمة. بالنسبة للاحتفال معناها إن شاء الله غدوة يوم 27 يعني جانفي اللي هو الموافق للذكرى الثامنة لختم يعني المصادقة على الدستور، إن شاء الله الساعة 11 بتوقيت تونس، وسيكون من خلال يعني رابط افتراضي. نحب نبشر جميع زملائي وزميلاتي في أعضاء مجلس نواب الشعب والشعب التونسي وكل الأحرار في العالم أن النسبة الأولية معناها للحضور مشرفة ومشرفة جدا. هذا هو احتفال، ليس في هناك منادات أو نصاب قانوني، توفر نصاب قانوني. وفي نقطة واحدة، لأنه ليس جلسة عامة بالمفهوم الدستوري والنظام الداخلي، هي الاحتفال بختم الدستور. لماذا هذا الاحتفال؟ أول شيء هي ليس أول مرة، 2019 أنا كنت في المدة النيابية الفارطة، 2014-2019 قمنا باحتفال في مجلس نواب الشعب، لم يكن الأمر سهلا. وكان يعني نعم نسيت، لم يكن الأمر سهلا، كانت هناك معوقات لا تتخيلها، يعني لأنه تعرف نظام جديد على نظام قديم، على صراعات، على موضوع صور، موضوع رموز، موضوع رسائل. كان هناك معرض وأشرف عليه يعني بإتقان وبتعب الأستاذ عبد الفتاح مورو النائب الأول، عندها معرض معناها مرافق للاحتفال، وكانت الحقيقة هناك يعني مقاومة شديدة من النواب اللي كانوا يعني ينتمون للنظام القديم وكذا، مع أنه هذا الاحتفال لا يتم، لأنه
هي صراع إرادات بين دستور قديم 59 ودستور جديد 2014، بين معناها الفترة القديمة والفترة الجديدة وتونس الجديدة دائما، ولكن دائما كان تحت خيمة البرلمان، تحت خيمة الشرعية، تحت خيمة الدستور. هذه المرة للأسف. طيب هذه الجلسة للأسف. هذه الجلسة كما أشرت حضرتك سيد مريوب بأنها جلسة احتفالية، لن تطرح فيها ربما ملفات واحتياجات التونسيين، لن تتناول هذه المرة، لن ترسل فيها رسائل سياسية أو ذات بعد سياسي، المشهد ربما سيكون احتفالي أو يغلب عليه الاحتفال يوم غد. طيب لكن احتفال وتأكيد بأن دستور تونس هو دستور 2014 ولن تتزحزح عنه، ماذا بعد ذلك؟ يعني التونسيون الحقيقة انتظاراتهم كما تعلم كبيرة وعالية ومرتفعة، 6 أشهر عجاف والتونسيون فقدوا أيضا أو كادوا يفقدون الأمل في عودة المؤسسات. نعم، أول شيء أنه لا سلطانة على النائب في تدخله برنامج، هناك كلمة السيد الرئيس، كلمة النائب الأول، النائب الثاني، ثم لرؤساء الكتل وللنواب المستقلون، معناها كل واحد مشيخه اللي يطلب الكلمة ياخذها. نحن قلنا احتفال، لكن احنا ما نلموش نمنعوهم نقول والله انت ليش تكلمت هكا ولا تكلمت هذا بالدستور والنظام الداخلي. ثانيا معناها يعني كل الأشياء تبدأ قطرة ثم تنهمر. الحقيقة مجلس نواب الشعب يعني كثير من الناس، وأنا أفهم يعني هو التمشي، يقول لك يا أخي أنتم أمتى حتعملوا جلسة عامة وتسحبوا الثقة من الرئيس؟ هذا هو السؤال نزل مباشرة يعني. هذا الأمر ما نقدر نقول لك ليس صعبا، 145 يعني توقيع ليس صعبا، لكن أنت تجب تعمل 190 توقيع و200 توقيع، ولكن لست وحدك في هذا البلد، هناك يعني مؤسسات، هناك مؤسسات صلبة، هناك يعني عموم الشعب التونسي اليوم، هذه المؤسسات الصلبة وعموم الشعب التونسي وكل قيادي العالم وقفوا على حقيقة، حقيقة مرة للأسف، أنه لم يمر على تونس رئيس، رغم أنه رئيس منتخب، لا يمتلك من الخبرة السياسية ولا يمتلك من الخبرة الاجتماعية ولا يمتلك من الحنكة والحكمة بأن يقود بلد. تونس اليوم فيها فراغ دستوري، وخاصة أن الرئيس الفعلية قدمت استقالتها أو أقالها أو يعني مهما كان. طيب اسمح لي سيد المريوب، اسمح لي أنا سأكون صريح معك للغاية، لأن تعرف أن الجمهور في النهاية أنا أنوب على هذا الجمهور في هذه في هذا الحوار. أنا مستعد لكل أسئلتكم. نعم. الحقيقة تعرف أنت أنه أنصاف الحلول ومحاولة أنه احتضان الجميع بعد الثورة هو الذي أخل ربما ببعض السياقات ولم تثبت الثورة أقدامها، وعاد بعض أذناب المنظومة القديمة ووصلوا حتى كما تعلم إلى البرلمان وانتهى المشهد إلى ما تراه الآن. لماذا إذن دائما هذه الحنية الزائدة بين ظفرين يقول البعض، وأنا الحقيقة العديد من المشاركين يتحدثون ويقولون هذا الكلام. وإذا كان الرئيس كما ترون أنتم، هذا طبعا تصريحكم، ترون بأنه غير أهل وغير قابل للاستمرار في إدارة الدولة، لماذا لا تعقد هذه الجلسة ويرفع عنه الغطاء ويرمى هذا القرار للجهات هذه، أكانت المؤسسات الصلبة التي أشرت إليها أو للجمهور التونسي؟ المهم أنتم تضعون الأمور على نصابها. نحن كنواب شعب ورجال دولة متحملين مسؤوليتنا، ومعناه بقول لك يعني بكل وضوح، لم ينكل في تاريخ المؤسسات التونسية كما نكل بنواب الشعب منذ انتخابهم في 2019 بالترذيل والتشويه والشيطنة وهنا لا نشتكي، ولكن حقيقة. ثانيا أن نواب الشعب يعني كما قلت لسيادتك، إذا ما كانش الظروف مهيئة وتخمرت وجهزت وجاهزة لإحداث تغيير، يعني التوقيع والتوقيعات لا تحدث شيئا إلا فرقعة في الهواء. التونسيون يتميزون بالحكمة بالرصانة، وتيقن أن هذه اللحظة كما يقول السيد قيس سعيد قد أتت أو على أبواب أنها تأتي. ليس نحن،
لا لم تكن يعني لم نفتعل هذه اللحظة، لم يعني نقوم معنا بافتعال هذه الأزمة، هو من تسبب فيها. هذا الحصاد المر في 6 أشهر، هذا لو هم يقولون العشية السوداء، هذا حصاد مر في 6 أشهر يهدد أو يكاد يهدد الأسس العميقة للدولة التونسية. نحن سنبدأ بهذا الاحتفال وستتلو بإذن الله تعالى، لأن لدينا توقيعات. أستاذ صالح بقول لك شيء مهم جدا، منذ 25 جويلية وقبل 25 جويلية وحتى من 2014 أكاد أجزم أن مجلس نواب الشعب من أكثر المؤسسات في تونس احتراما للدستور والقانون. احنا في 25 جويلية، بعد 25 جويلية كنا نجم نقول مثلا نعمل جلسة عامة، شكون مش يشوفك فيها نصاب ما فيهاش نصاب، شكون مش يشوفك أنك توجه السيد الرئيس وجه الدعوة ل 217 نائب بما في ذلك أكثر ناس يعني سبوه وعملوا كذا. هذا ما نجمش أنا نتجاوز أخلاقي ولا النظام الداخلي أبدا. أنه هو عنده موقف شيء، أنه هو نائب نحترم رأيه وندعوه، وثم الناس عبروا قالوا ألف مرحبا نحن جايين حاضرين هذا الاحتفال، وبكرة بكرة مش بعد بكرة حيجيوا الجلسة عامة إن شاء الله. إما قلت لك لما تتوفر جميع الظروف لكي يحدث تغيير. طيب في إطار سلمي. لا 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 كلمة بركة من فضلك، كلمة في إطار سلمي مدني في احترام مؤسسات، تغيير مدني 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 في احترام مؤسسات وتواصل الدولة التونسية. وكذلك لا ننسى أنه لأن أنت تجي تعمل فراغ دستوري ومعناها أزمة غير مسبوقة دستورية ومالية خاصة، اليوم معناها موديز تقول معناها تهدد بتخفيض يعني ترقيم السيادة لتونس لو خفضت، لأن تقول أن الحكومة ما تعطيش يعني توضيحات عن مداخيل متاحة، لأن في الصباح تجد 400 مليون دينار وفي الليل تجد 1,400,000,000 دينار. يقول مين جبتوا هذا؟ ويطبع في الأوراق ما يقولش. تقول موديز قبل قليل وللأسف يعني القلب ينفطر عندما نتحدث أن الترقيم السيادي لتونس مهدد إذا كان الحكومة لا تفصح، حكومة الأمر الواقع لا تفصح من أين مواردها المالية. اليوم راهو أستاذ صالح وهذا باش يعرف الجميع، نحن ليس لدينا موارد، ولكن نحن النساء ورجال تونس مسؤولين ونتميز باللين. مش معناه أننا مش نسامح، نحب نقول لك التجربة هذه علمتنا ما احناش مسامحين وما عاش نسامحه، ما احناش مسامحين اللي اعتدى على الدستور واللي اعتدى على القانون بالقانون. هذا الفرق بيننا وبينهم، بالقانون وبالدستور. جميل. وما احناش مسامحين العالمين اللي شوهوا واللي معنا يعني عملوا الرأي العام، ما احناش مسامحين كثير من الناس. طيب. كثير من الناس، لكن الحكمة والرصانة والانتقال تدريجيا. أستاذ صالح أحب نقول سيادتك في الشارع يعني في الأول كانت بهتة ترهويجة ما بين ظفرين بالتونسي، ثم رويدا رويدا مواطنون ضد الانقلاب بدأوا واليوم حققوا أشواط وأشواط كبيرة. المجلس النواب الشعب كذلك يعود، الأغلب سيكون معناها اللحمة الحية لهذه العودة من خلال الأغلبية البرلمانية. نرجو من الله أن حتى الأقلية المعارضة تكون ممثلة وجاهزة وحاضرة، لأنه مش يكون مش موضوع طيب. رئيس مجلس ولا مجلس نواب إنقاذ تونس، وإنقاذ تونس عزيز على الجميع. طيب بعض التفاصيل بعجالة سيد المديوب لو تكرمت. فضل. يعني أنتم الجلسة هذه ستعقد على خدمة زوم؟ هي ستعقد على خدمة إحدى التطبيقات. نعم إحدى التطبيقات. وزعتوا طبعا هذه نعم. الأرقام نعم. على المعنيين بالأمر. ما احنا الآن بالنسبة للجمهور العريض وزعنا من اللي قدر يشاهدوا، معناها تواصل مع أغلب المؤسسات أو معناها شبكات التلفزيون العربية والدولية مثل حضرتكم، وعلى
ما يقولوا لي معنا الاخرين الفنيين عبرتوا عن استعدادكم في التفاعل في 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 جميل. بالنسبه للجلسه هذه والاحتفال. بالنسبه للساده النواب معناها يعني الكتل من خلال سيد الرئيس معناها تواصل مع رؤساء الكتل، وهناك بصراحة معناه هذا يسلد الصدر معناه الكتل معناه الأغلبية البرلمانية كلها جاهزة معناها ما سماش يعني ممكن واحد ولا اثنين متغيب معناه فهمتني أو غير تليفونه خلال الستة أشهر هذوما. كذلك سمع عدية الأصوات المستقلة اللي منها تأسست المشهد ووقفت ضد الانقلاب كما الأستاذ صافي سعيد، عياض لومي، معناها سي البرقوقي، معناها عدة حسي، مروان فلفال، سي الأستاذ حافظ، معناها هذوم الكل عبروا عن معناها استعدادهم من الحضور دفاعا على الدستور، دفاعا على المؤسسات المنتخبة، ومعناها إن شاء الله معناها يكون هناك تفاعل. وهي الحقيقة باختصار شديد احنا حبينا نقول راهو سيد الرئيس الطريق اللي ماشي فيه غلط، وصلت إلى نهايته. طيب الخطابات الخطابات غدا بالتأكيد ستكون صريحة طبعا كما أشرت حضرتك منذ قليل، أنتم لا تملكون أن توجهوا رئيس هذه الكتلة ماذا سيقول أو ماذا سيفعل، لكن طبعاً الكلمات بالتأكيد يعني ستشير إلى الانقلاب نعم. وإلى ما فعله سعيد بالبلاد وما إلى ذلك. كم ستدوم هذه الجلسة؟ بيان رسمي سيزر، بيان رسمي نعم، بيان رسمي نعم. كم ستدوم هذه الجلسة كما يفترض؟ أول شيء يعني دعني يعني ولو معناها فهمتني أن نحذر الحقيقة يعني حكومة الأمر الواقع والمسؤولين على قتال الصلاة. أنا هذا ما أردت أن أسأل عليه الحقيقة. ما إذا ما أقدم ما الانقلاب على قطع الإنترنت؟ يعني إحنا عندنا بعض هكذا المصادر غير مؤكدة أنه هناك في الصباح ممكن بشاقة تخفيض معنا الدي بي يعني بتاع البث يعني قوة البث الانترنت في تونس العاصمة، وربما معنا يقع قطع البث ما بين الساعة 11 والساعة 1. نحن نقول راو في 2005 كانت هذه مؤتمر المعلومات في تونس وكانت بداية النهاية لبن علي لما معنا يعني عمل أشياء لا تليق في عالم طبعا هذه في الاقتصاد على فكرة ستسبب كارثة اقتصادية للمؤسسات التونسية إذا كان طبعا قيس سعيد ومن معه لا يقدرون ذلك. والله أنا لا أعتقد أن يقدرون لأنه هو شخصيا لا أو ممكن لا يعلم، أنا ممكن لا يعلم، هو لا يعلم يعني لا يعلم الحقائق الواقعية. أنا نحس أنه لا يعلم الحقائق الاقتصادية الاجتماعية كذا ومنفصل على الواقع يعني. لكن أنا نحضره يعني الحكومة الأمر الواقع ورئيستها ووزير تكنولوجيا الاتصالات على هذه وعلى غيرها نقول لهم راهو ذاكرة الشعوب حية لا تنسى، وراهو قيس سعيد ولا ماهر مذيوب ولا غنوش ولا أي كان ليس معنا باقي مدى الحياة، معنا لهم بورقيبة مشاء الله يرحمه بن علي وفلان وفلان وفلان، ولكن المساءلة والمحاسبة محليا ودوليا يعني دائمة، والعدالة دائمة. احنا ما نقولهمش ما تخدموش، اخدموا رغم انتم ما انتوش منتخبين وليس لكم شرعية، لكن اخدموا ضمن احترام الدستور والقانون. طيب معناها ما سميش شيء يتخبى في البلد ولا في العالم ما عادش، فاخدموا يعني احنا بنكون واضحين يعني عانينا. انا شخصيا عانيت معناه من محاولات يعني ضرب الموقع والصفحه نتاعي وكذا وبرشا حاجات يعني اللي هي الموقع نتاع نواب الشعب معناه مغلق وكذا اللي هي كلها خارج قانون والدستور. وانا اتساءل يعني ما نجمش واحد يعبي معناه على روحه معناه جرائم. طيب جرائم بقي عليها اذا كان اليوم غدوه. بقي سؤالان سيد المذيوب، ياريت كل سؤال في نصف دقيقة لأنه حتى نعطي فرصة للجمهور ليعلق ويتفاعل معنا. سؤالي الأول يتعلق بالرسائل، هذه الجلسة ما هي رسائلها للداخل والخارج بنصف دقيقة لو تكرمت؟
احترام الدستور، العودة للمسار الدستوري، والعودة للمؤسسات المنتخبة، وإنقاذ تونس. نحن مدنيين، نحن سلميين، فهذه وقفة عز لنواب الشعب وعودة إلى الشرعية. نحن لن نتخلى عن دورنا الذي انتخبنا منه من طرف الشعب التونسي، لا اليوم لا بكرة لا بعد بكرة، حتى نسلم الأمانة في انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية. سؤالي الأخير وهنا نختم معك سيد مذيوب، تردد الحقيقة طبعا بعد استقالة نادي عكاشة، تردد بعض المعلومات المسربة ربما، يقول بأنه الواقع داخل مطبخ الانقلاب يبدو مهتز، هناك امتعاض من بعض الوزراء، العدل والاقتصاد بالتحديد، وهناك رغبة في الاستقالة، يبدو أن السفينة تغرق كما قال بعض النشطاء، لا ندري طبعا هناك مبالغة في هذا التوصيف أم لا. هل أنتم متابعون ومدركون لما يجري أم لا يعنيكم الأمر فيما يجري داخل حكومة الأمر الواقع كما أسميتها؟ لا، هو يعنينا، لأن هي الحكومة هي السلطة الفعلية. الحقيقة مش أنا بقول، وهذا ما يحس في النفس أن نقوله، أن سيد قيس سعيد يعني حقق رقم القياسي العالمي في عدد الاستقالات من مكتبه وديوانه. ما سماش رئيس في ظرف سنتين معناها عدد الاستقالات من الشخصيات الاعتبارية العسكرية والمعنى المدنية الذين يعني معنى غادروا، وأخروا معنى الرئيس الفعلية اللي هي السيدة ندى عكاشة، هي غادرت القصر أكيد، ولكن لن تغادر ذاكرة الشعب التونسي، وهي على نفس المستوى مع ومن كل من خطط ودبر وجسد ونفذ الانقلاب على الشرعية في تونس. تستمر 6 أشهر، تستمر يعني سنة سنتين 5 6 سنوات لن تفلت من العقاب. 2، نرجو من أن رئيس الحكومة يعني الحقيقة يعني أنها معناها تشوف الواقع فعليا وتتحمل مسؤوليتها وتتخذ القرار المناسب، تصارح الشعب التونسي وتتخذ القرار المناسب، لأنه فعليا هي حكومة بكماء صماء وفي أزمة غير مسبوقة، وحكومة تتحمل مسؤولية يعني القانونية على جميع التجاوزات الموجودة الآن. لا تقول أنا مأمور، ما فيش شيء مأمور، حضرتك لديك مسؤولية يا أن تكون اليوم مع الشعب التونسي أو تكون ضد إرادة الشعب التونسي، ولكل معناه حظه في هذه الدنيا. أستاذ ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، نشكرك جزيل الشكر. أنا أعتذر من جمهوري الكريم كل الاعتذار على هذه الإطالة، لك الحقيقة جلسة مهمة يوم غد، جلسة افتراضية هي الأولى منذ 6 أشهر، وضيفنا هو مساعد رئيس مجلس النواب، كان لابد من تناول كل هذه النقاط معه. سنستقبل الآن مشاركاتكم، ما أرجوه هو الاختصار قدر الإمكان، إذا أمكن نختصر على نصف دقيقة لكل مشارك لو تكرمتم. طيب، نأخذ المشاركة الأولى لعلها تكون عن طريق الواتساب. يقول صاحبها هذه الجلسة إن تمت ستزيد الشقة بين الأحزاب وتضر بالنهضة كالمعتاد، ولا فائدة لها بالنسبة للأحداث. لا أدري من صاحب هذه المداخلة، طبعا لم يضع اسمه ويتكلم من مصر، واضح طبعا بأنه من أنصار الانقلابات، وبالتالي يريد أن يفشل التونسيين في مسعاهم لعودة المؤسسات. سالم من ألمانيا، وسهلا بك أخ صالح. في نصف دقيقة سالم حتى نعطي فرصة لآخرين، تفضل. نصف دقيقة، طيب هلا غالب، تفضل. شوف، هو غدا شيء جميل أنه مش يعملوا هذا التظاهرة بالدستور إلى غير ذلك، لكن الآن الانقلاب يركز أموره كلها، اللي أنا أريد أنه أؤكد أنه ما خرج في الرائد الرسمي يوم 25 من تعيينات وتسميات إلى غير ذلك هو تركيز الانقلاب في جميع الوزارات، خرجوا اليوم، خرجوا بالأمس كتبوه. أرجو أنه يسرع في الخطى، لأنه الانقلاب كل يوم يركز أمره ويريد أنه يتعدى الخطوات، ربما خطوات القوة
ويصبح مثل مصر، أنا هذا ما أعتقده. شكرا لك سالم من ألمانيا، أشكرك. أمين من الجزائر. الله يبارك. حياك الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، تفضل. والله عندها حوالي شهرين كانت لي اتصال وقلت لك أنا ذات أنا خايف من نموذج السيساوي في تونس، والآن يعني بصراحة كما نقولوا بالعامية جا الفاس في الراس. يعني والله غير شيء مؤسف، تونس ما كانش ناقصها هكذا شغب. ما الذي تطور بين مداخلتك السابقة والآن؟ يعني بالعكس الآن يبدو الانقلاب هو الذي يتداعى كما يقول متابعون كثر. لا على كل حال احنا والله صدقني والله على ما اقول شهيد، والله نحب تونس. بالنسبه لي انا شخصيا تونس كعنابه يعني مدينه جزائريه وجزائر مدينه تونسيه، يعني انا متيقن ان الشيطان العرب الامارات هو سبب كل هذا القلاقل. شكرا لك امين، اشكرك. حتى نختصر قدر الامكان عذرني. محمد من امريكا. عليكم السلام. وعليك السلام. كنت نستمع الماهر مديوب و انا اخيرا هم استجابوا للدعوه يعني الاجتماع، لكن انا نحب نقول نعطيهم خريطة الطريق اللي بحكم فهمي هذا ما اردته الحقيقه من الجمهور. من يريد ان يوصل رساله غدا للبرلمانيين يتفضل الان يرسل رساله، وهذه فرصه، تفضل. خارج الطريق، أنا بحكم فهمي الجيد للمجتمع التونسي والعقلية المجتمع التونسي أنا أقول لهم أولاً ثم هكا حساسية من جانب يعني من ناحية رئيس البرلمان، فأنا الاقتراح متاعي أنه يتم الجلسة تلقى فيها الخطابات، ومن بين الخطابات رئيس البرلمان أنه يفوض نائبة متاعو اللي هي عندها شعبية أكثر باش تتولى هي رئاسة الجلسة. في حال إذا كان وقع قطع الإنترنت، الحل أنا أقترح أنه يقع تسجيل كل المداخلات من كل النواب، كل يسجل المداخلة متاعو، وبعدين تبقى جاهزة إذا عاد للبث ترسل، وإذا لم يعد بث ترسل إلى القنوات الحوار من قنواتكم ولا قناة الزيتونة وتبث كذلك مباشرة. نعم. طيب فيما يتعلق بالملفات التي يمكن تناولها، يعني ما هي خطة؟ أنت لم تعطي خطة طريق الآن أو خطة عمل، أنت أعطيت بعض الإشارات. بعض الإشارات. خط العمل أنا لأنه باش تفهم الحساسية الموجودة الجلسة الأولى، أنا أتفهم أنه هو فيها كيف الطمأنينة يعني طمأنت بعض النواب، فمن تفهم الشيء هذا، لكن ما لازمش تكون جلسة واحدة، هي تكون جلسة دائمة مستمرة يوم بعد يوم، يعني في كل يوم جلسات تكون مستمرة. شكرا لك محمد من أمريكا. لا واضحة، شكرا لك محمد، أشكرك. يعني أن لا تقتصر المسألة على جلسة واحدة، يفترض أن تكون هناك جلسات متتالية يوما بعد يوم، ولما لا أن يبقى البرلمان، يفترض هذا وفق حتى الدستور أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة. البلد تستحق، البلد تغرق اقتصاديا وسياسيا، ويراد أن يكتم على أنفاس الناس كما يحذر البعض. الناس تتحدث على سيناريوهات مظلمة، ما تزال الأيدي الإماراتية والفرنسية العابثة وغيرها، يراد أن يكتم أنفاس الربيع العربي، وتأبى تونس إلا أن تعيد شعلته وينمو من جديد، والتونسيون قادرون على ذلك. لن يفلح من يحاول العبث بهذه الثورة المباركة كما يقول التونسيون. طيب نأخذ مشارك. طيب عبد الله من ألمانيا يقول بإمكان الإمارات الآن أن ترسل طائرة لأخذ قيس سعيد إلى أبو ظبي حيث هناك مكب الإنقلابيين ومزبلة التاريخ، يقول عبد الله من ألمانيا، وجهة نظره طبعا. حسن من هولندا يقول الرئيس قيس سعيد يسعى إلى تجميد كل شيء في تونس ويبقى هو الوحيد المتحرك هناك، يريد تجميد تونس بأكملها وليس البرلمان فقط. سياسة هذا الشخص لا تختلف في شيء عن السياسة التي كان ينتهجها المقيم العام الفرنسي في تونس
المقيم العام سايدو والرئيس قيس سعيد لا يختلفان إلا في التسميات وليس في المرامي والأهداف التي هي الدكتاتورية واستغلال الشعب التونسي وخيراته. الهادي من تونس تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام هادي، إذا كان لديك مناشدة للنواب تفضل. مقترحات مجلس النواب تفضل. الاقتراح الأولاني هو حل البرلمان، البرلمان يحل نفسه. ثانيا سحب الثقة من رئيس الجمهورية. ثالثا دعوة رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال 90 يوم. طيب لكن البرلمان هادي هادي أنا أفهم وجهة نظرك، لكن البرلمان يحل نفسه بعد ما يعيد صياغة على الأقل القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وبعد يحل نفسه ولا لا؟ لا لا، يحل نفسه من غير ما يبغى. ليه؟ يعني يحل نفسه وصاحب الثقة من رئيس الجمهورية. أها. ويترك البلد فارغة بلا برلمان وبلا رئيس. شو هالكلام يا رجل؟ لا برلمان ولا رئيس. طب معقول هذا الكلام؟ من ضر العالم الكل. لما بدون مؤسسات شرعية. شكرا لك الهادي من تونس. لا لا أرى يعني الحقيقة. من حق البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية. أعرف ذلك، ولكن أيضا لا يمكن أن يلغي البرلمان نفسه يا عزيزي يا غالي بالمنطق. يلغي البرلمان نفسه ويسحب الثقة من رئيس الجمهورية. وتبقى البلد هكاك على كف عفريت. بلاش مؤسسات، بلاش مؤسسات. شكرا لك الهادي من تونس، أشكرك. أشكرك عزيزي. لا هناك مسؤوليات كما قال ضيفنا منذ قليل يا عزيزي. هناك بلد وهناك مصالح ناس. شو أنت تلغي البرلمان وتلغي منصب وتحط سعيد على برا وتبقى البلد هكذا؟ لا، يفترض أن هذا البرلمان يعود للبحث في موضوع القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية ثم بعدها لكل حادث حديث. أما موضوع سعيد على كل حال البرلمان سيبحثه في حينه كما فهمنا من ضيفنا. أبو ياسين من ألمانيا. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أخ صالح، أنا لي رجاء يعني توصل هالرسالة. هالبرلمان منعقد على طول ويصحب معاه انتخابات زي ما هم يعملوا على الانترنت، يعملوا انتخابات استفتاء على شعبية الرئيس. لما تظهر شعبية الرئيس قد ايه في هذه الانتخابات، يعرف المجتمع الدولي ان الرجل ده ما عادش عنده شعبية. ما عندوش ناس واقفة وراه. لو يعملوا الاستفتاء ده، استفتاء يعني على الانترنت زي ما هو بده يعمل استفتاء على الدستور اللي هو بده يعمله، برضو القوة المعارضة والاحزاب تعمل استفتاء ويكون لهم يعني من المجلس الأمن من جمعة حقوق الإنسان مراقبين حتى تظهر الرجل ده حقيقته على الصحن قدام العالم وعلى الترابيزة شو هو الشعبية اللي هو بقول عليها. مش هتكلف كتير يعني استفتاء على الإنترنت برنامج طيب. ودعوة إلها وبعدين بيظهر الرجل أمام الشعب العالم كله، أمام الحقوق الإنسان، أمام الدول اللي هي وقفر. طبعا حتى الفكرة. شكرا لك أبو ياسين من ألمانيا. وليد من تونس. تحياتي يا أستاذ صالح، مساء الخير. مساء الورد. حول موضوع الجلسة غدا أستاذ صالح. أيوة. أنا من المؤيدين طبعا. لابد أن يجتمع البرلمان في أقرب وقت، وأن هو يعني حسب ما نقل هو يعني احتفالا بالدستور. أرجو أن يكون كذلك في جدول أعمال هذه الجلسة وجلسة أخرى النظر كما قلت في قانون المحكمة الدستورية، يعني التصويت على أعضائها، عزل المنقلب في أقرب الأجال ومحاكمته، يعني الدعوة إلى محاكمته محاكمة عادلة. هذه أهم النقاط يعني. والذين يسبون البرلمان صباحا مساء يعني بكونه يعني فيه شجار وفيه برلمان، هو برلمان يمثل عموم الشعب، فماذا تريدون أن تجدون فيه؟ يعني هذه نقطة. أتحدى قيس سعيد أن ينقل ولو لمرة واحدة لقاء مباشر لمدة 10 دقائق وليس ساعة أو ساعتين أو ربما أحيانا يصل إلى 10 أو 15 ساعة. التلفزيون الوطني يا وليد، وهو يفترض يمثل التونسيين جميعا ويمثل البرلمان بغض النظر عن إجراءات سعيد أو انقلابه، هل تراه يمتلك المهنية والجرأة زملائنا الإعلاميين هناك ويبث هذه الجلسة مباشرة، أم يغمغم ويدس رؤوسهم في التراب وكأنهم لا يعلمون أو لا شيء يحصل؟
هم أستاذ صالح دسوا رؤوسهم في الطرب منذ 25 جويليا أو ربما منذ ما بعد الثورة، يعني بعد ثورة 14 جون في 17 ديسمبر. في حقيقة الأمر هم ذهبوا ضد التيار، الثورة التي يفترض بأنها حررتهم، أنها أعطتهم الحرية والكرامة، أجورهم تحسنت ووضعياتهم المالية وما إلى ذلك. هم لعنوا هذه الثورة وقالوا ما قالوا في الدكتور مرزوقي ثم في حركة النهضة ثم في، يعني لم يتركوا طيب شريفا في هذه البلد. وليد هناك نقطة أود أن أسألك عليها لأنه أشار إليها أحد المتصلين منذ قليل، يقول لك أنه حساسية وما حساسية ولو يأتي نائبة رئيس البرلمان أفضل. أنا قبل أن أعطيك الكلمة، لا أدري الديمقراطية التي يريد البعض أن يثبتها في تونس يريدونها على المقاس أم ماذا؟ يا جماعة الخير أنا أستطيع أن أقول أنه حمّ الهمامي لا يعجبني، أو سيف الدين مخلوف لا يعجبني، أو فلان ما يعجبنيش، لكن يا أخي الديمقراطية كل رئيس حزب أو كل رئيس كتلة، الكتلة هي التي صعدته وليس أنا، وبالتالي علي أن أتعامل مع الهمامي وسيف الدين مخلوف وكل رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب بغض النظر عن موقفي الشخصي. أعود إليك الآن، أولئك صحفيهم مقولة ديمقراطيون بلا ديمقراطية، يعني هم يدعون الديمقراطية ولكنهم ليسوا ديمقراطيين. للأسف الدستور واضح، الفصل واضح يقول في حالة الشغور النيائي لمنصب رئيس الجمهورية فإن رئيس البرلمان هو الذي يتولى رئاسة يعني الجمهورية إلى حين يعني جاء انتخابات في مدة 3 أشهر كما وقع يعني في مؤخرا. ما هي الحساسية اللي يفرضها البعض؟ يعني قال لك والله أنا يا أخي ما يعجبنيش رشيد الغنوشي، لا أدري أنا شو قصتها الحكاية. للأسف هذا مؤسف، ولكن في النهاية أستاذ صالح إذا كان هنالك توافق بين المكونات السياسية يعني الذين هم ضد الانقلاب يعني بما فيهم رشيد الغنوشي، إذا كان ارتأى أنها تترأس سميرة الشواشي نائبة الرئيس رئيس مجلس نواب الشعب فلا إشكال في ذلك، يعني فلا إشكال في ذلك. أشكرك وليد، شكرا لك. نعم مصلحة تونس تقتضي رغم بعض الانحناءات أحيانا، ولكن تونس ولادة، وأنا شخصيا والكثير ربما يؤيدونني في ذلك لا نثيق بأن الشعب حريص على ثورته وحريص على مبادئه وحريص على مكتسباته وحريص على مضي السفينة إلى آخر الطريق حيث الاستقرار والرخاء والنماء. المؤسسات أفضل من الفراغ، والحكم الجماعي اللي فيه المحاسبة وفيه المتابعة وفيه الملاحقة أفضل من حكم يقوده شخص واحد. الديمقراطية تدوم 4 سنوات أو 5 سنوات ثم بإمكانها أن تجدد نفسها، ينتقل حزب آخر للحكم. الحكم الفردي قد يستمر 20 سنة كما عرفنا مع المخلوع الراحل ولا أحد يستطيع أن يوقفه. فيا جماعة الخير الفوارق بسيطة وظاهرة للعيان، الديمقراطية لا يمكن أن تقارنها بحكم الفرد والانقلابات، ومن يركض الآن خلف الانقلاب لن يحصل إلا السراب والفراغ والمعاناة. عودوا إلى مؤسساتكم رحمكم الله ففيها الخير والبركة والرخاء وفيها المحاسبة اللي يتحدث على المحاسبة. ستعود المؤسسات التونسية ويعود معها سيف القانون بقوة، أما سيف الانقلاب فهو لا يضرب إلا الخصوم لا يضرب الفاسدين، وهذا الفرق. فروق كثيرة على كل حال ويطول الحديث حولها، لكن دعونا الآن نختم بفقرتنا الأخيرة كالعادة، مراسلو الرأي الحر. بعجالة إذن في هذه الفقرة، سعيد من الأردن ماذا يقول؟ يقول ماذا تتوقع وردة فعل السيسي عندما يسمع من يقول عنه عميل صهيوني؟ أنا أتوقع أنه ينتشي بهذا التشبيه ويعتبره شهادة أمام الصهاينة والغرب بأنه خادم أمين لهم. عماد نصار يقول نحن نلتمس أو نتلمس في ظلمتنا ومظلمتنا وهواننا وبؤس حالنا مسلك نقتفيه ليبصر القوم ما بصر به ونعبد عجله الخوار وتسول لهم أنفسهم إله النار. يا أمة ازدرت نفسها بنفسها وبدلت دينها ونسكها بعابر عتل ثرثار كما يقول عماد نصار. مالك الحسن، أرجو أني نطقت الرسالة طبعا بشكل صحيح لأنه ارتجالا وكما كتبها صاحبها، يقول ما فعلته الأنظمة السابقة من ظلم وقهر لشعوبها لا يقارن بما تفعله الأنظمة
الحالية، ولكنها أنظمة غبية لم تتعلم أن الشعوب قد تصبر وتصبر، لكنها ستنفجر في ساعة لا تخطر على بال الظالم. محمد من مصر: العيب ليس في الثوار أو الذين يريدون التغيير، إنما العيب في أولئك الذين سيخرجون في مظاهرة مضادة، هذا هو الخطر، هناك من سيستفيد من الوضع المضاد كما يقول. أختم بهايل من اليمن: استهداف الإمارات هو أمر متوقع منذ اندلاع الحرب، والهدف هو استمرار الحرب، لأن في استمرارها خسارة للتحالف واليمن، وفائدة لأمريكا من خلال دعم الطرفين ونهب مقدراتهم. بهذه الرسالة نختم حلقة الليلة. كالعادة نشكر كل من شارك معنا وساهم كالعادة في إثراء هذا الحوار والنقاش. لقاؤنا بكم يتجدد يوم السبت المقبل.